افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة فعاليات المؤتمر الدولي لجامعة الخليج العربي أطباء المستقبل ابتكارات وآفاق. ويعد هذا المؤتمر تجمعا دوليا لعلماء بارزين من جميع أنحاء العالم لمناقشة التغيرات التي تؤثر بشكل كبير على إعداد أطباء المستقبل، خاصة في حقبة ما بعد جائحة كورونا. سعيا منها لمواكبة التقدم التكنولوجي في المجال الطبي، نظمت جامعة الخليج العربي مؤتمر أطباء المستقبل ابتكارات وآفاق، الذي يناقش أحدث الابتكارات في التعليم الطبي والتعليم بالتكنولوجيا المتقدمة والاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي للممارسات الطبية. جامعة الخليج العربي واحدة من الجامعات يعني متميزة في الخليج في العالم، والحقيقة أن وجود هذا المؤتمر اللي هو تطوير خدمات التعليم الطبي في المنطقة ككل كمؤتمر حتى شيء مهم جدا، على أساس أن دائما حين التقنيات الجديدة والوسائل المعلومات الجديدة تغير طريقة تعلم الطب، طريقة في هذا الحقيقة هاي شيء مؤتمر مطلوب، على سنة دائما مواكبة التقدم العلمي والتقدم في المعلومات والتقدم في التكنولوجي، على أساس أنه يكون دائما التعليم الطبي يعني up to date مواكب الوقت المعاصر. المؤتمر خلال جلساته طرح عدة مواضيع حول الأساليب الحديثة في المناهج العلمية وإعادة تصور التعليم الطبي، ومن ثم تم التحدث حول الطب الدقيق في مناهج كليات الطب، إضافة إلى تطوير كفاءات مناهج التطبيب عن بعد للتعلم الطبي. تتشرف دائما جامعة الخليج العربي بإعداد المؤتمرات المهمة والمتميزة والمبتكرة. سابقا جامعة الخليج العربي في 1980 كانت سابقة في كلية الطب اللي اعتمدت على أسلوب حل المشاكل. الآن بعد 40 سنة بنحاول أن احنا نطور مناهج التعليم الطبي لإعداد الطبيب ليواجه التحديات المستقبل. التحديات اللي بتواجه الأطباء في التكنولوجيا الحديثة المستخدمة، الذكاء الاصطناعي، التطور في الجينوم البشري، كل المستجدات الحديثة بنحاول ندخلها داخل البرنامج الطبي. مؤتمر أطباء المستقبل هو محفلاً دولياً يعكس ما بلغته مملكة البحرين من آفاق طموحة في القطاع الطبي والتعليمي ومدى مواكبتها لأحدث الأبعاد والممارسات الطبية.